واجي دابا نهضروا على التجربه الحياتيه. نقول لكم فين مشى سي عزيز غالي. 2003 تطوعتي في مستشفى اليرموك في حرب العراق. صحيح هذه المعلومه؟ صحيحه. 2006 في مستشفى بنت الجبيل على الحدود الفلسطينيه اللبنانيه. اكيد. وما بين 2008 و 2009 كنتي باحدى مستشفيات غزه. العراق غزه. 2014 غزه مره اخرى. رجعتي لغزه مره اخرى. 2010 زلزال هايتي. زائد ناميبيا زائد انغولا زائد مهم. يعني البؤر التوتر سي عزيز. ماشي بؤر ديال التوتر هو كيما لان هناك تخصص اللي عندي اللي ما كاينش بزاف. اثناء تواجدي في الاتحاد السوفيتي كانت عندي فرصه لانني نقرا واحد التخصص ديال اداره المستشفيات اثناء الازمات. تخصصك. وهذه سيتي فرصه اللي كان درسني فيها النيت وزير الدفاع العاد حيدو هاد السيمانه من روسيا سيرغي شويغو. دونك هاد التكوين هو اللي عطاني هاد كتقول عندي ان سافوار فير، عندي واحد المعرفه. اذا فاش كتحتاج ولا كتلقى راسك قادر تقدم شي حاجه ما كتعطلش كتمشي فين ما كان. وين ما عنديش مشكل الحاجه. بصراحه اش كتعيش هاد التجارب هاد يعني حروب المآسي شنو كيتبدل فيك لداخل استاذ عزيز؟ جوج حوايج هما متناقضين، هي ان الحياه كتبان لك ما كتساويش شي حاجه كبيره، وميم طون كتخليك تشبت بالحياه اكثر. ثنائيه غريبه. خاصه انك كدوز من شي حوايج اللي كتبقى تقول انا عندك شي حوايج صافي زايدين. مثلا نعطيك مثال في التواجد ديالي في بغداد اوتيل فلسطين الغرفه 910 كنت نتقاسم الغرفه انا وجون جاك مالبرينو الصحفي الفرنسي. فطلب مني جون جاك على ان كان جا صحفي اسباني خوان اظن اسم ديالو ان جون 25 كون قال لي راه كيتحدث فقط الاسبانيه والانجليزيه وما قادرش ينسجم في الغرفه اللي فيها كانوا العراقيين وبزاف ديال الصداع. فتبادلنا انا وياه لي شومبر. قلت صافي انا غادي نمشي. علاش؟ لان الغرفه اللي كانت ديالي انا بوحدي كنت انا ومالبرينو كنا معمرينها بالماء، كنا خايفين الماء يتقطع في بغداد دونك كنا دايرين ريزيرف دو وسكننا في غرفه واحده. فمشيت الغرفة ديالو هذاك الإسباني النهار الوحيد اللي غادي يبات في الغرفة ديالي هي اللي قصفتها أمريكا ومات. يعني كنتي غتكون أنت؟ المهم ما كنتش. دونك فاش كتدوز من هذه المراحل كتبدا تبان لك الدنيا بمنظور آخر و الحياة بشكل آخر وبهذا وبمعنى آخر. عاوتاني كتقول كون كنت إذا غادي نضيع إذا خصني نتشبت بالحياة وندير حوايج أخرين. يعني هي ثنائية غريبة وخصك تعيش معاها وخصك تفهمها أكيد.